والمخلصون على خطر عظيم. المخلص نفسه مش هيسأل، مش الصادق يا ابني، يعني المخلص، ما الصادق يعني مخلص، ليسأل الصادقين عن صدقهم، يعني المخلص، المخلص يسأل ربنا عن مدى إخلاصه، درجة إخلاصه. المسألة، ولكن السعادة في الدنيا كلما اقتربت من الله عز وجل، عارف زي بالضبط ايه؟ كلما تقترب من الله كلما ترتفع عن الدناية، ترتفع عن الدناية. والله كلما اقتربت من الله كلما ابتعدت عنك الدنيا، ولا توظف ولا تعين ولا كذا ولا كذا، تغلق الأبواب في وجه أولادك. شوف يا ابني، شوف يا ابني، أنت وأنت جنين في رحم أمك، عندك 120 يوم، نعم، 9 أشهر، نعم، 120 يعني الأربعة أشهر التي قال فيها رسول، مكتوب لك عمرك ورزقك، تسعى يمين تسعى شمال، تطرق هنا تطرق. قبل ما تموت قلنا في حلقة قبض الروح أن ملك الموت يقف على الباب، أتبكون مني فأنا مأمور، أتبكون عليه فهو مقهور، والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا، يقول صلى الله عليه وسلم، فلو سمعوا كلام ملك الموت عندئذ لبكوا على أنفسهم وذهلوا عن ميتهم. يا الله، الناس تظن أن السعادة فيما نستمتع به، السعادة فيما قدر الله العبد أن يستقيم على طريق الله، فآية يقرأها من كتاب الله عز وجل يشعر فيها أنه ملك الدنيا بحذافيرها. إذا ضاقت علينا الصدور ودبت الأمور من جانبنا، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تهجم عليك الهموم والديون، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. إذا ضاقت عليك الأمور عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كنز من تحت العرش، تسد 70 بابا من أبواب البلاء أقلها الهم. مش ده كلام الرسول عليه؟ مش هو طبيب الأمة؟ نعم، هو اللي أعطانا المنهج. إحنا يا ابن ما تعبت الأمة إلا بالابتعاد عن كلام حبيب الله عليه الصلاة والسلام. بس مش أقول للأمة تجرب، لا، يجب أن نعود.